السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم عشاق الخيول أينما كنتم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، وغير من خلال الصوت غتعرفوا هذا الفيديو هذا فوقاش كيتسجل. المهم غنشوف شكون اللي عنده الفراسة يقول لنا الوقت ديال هذا الفيديو فوقاش كيتسجل. الإخوان يلا من الصوت تعرفوا. المهم هذا العودة الإخوان للبيع، عندها 6 سنين بالوريقات ديالها. قال لكم السيد كات كلاسي البروميان للمرقد ديالها الفقيه بن صالح، وبالنسبه للثمن ديالها 2 ديال المليون، 2 ديال المليون 20,000 درهم. الاخوان يلا اللي بغى يتوكل على الله، الرقم قدامكم، تواصلوا بالسيد، راه عندها الاوراق والقدار، عوده مالكيه اللهم بارك. واللي بغى يتوكل على الله والله يسخر الجميع. المهم اي حاجه كنحاولوا ان نشاركوها معكم، اوكي ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، الشتا كطيح والحمد لله امطار الخير كتساقط دابا هنايا في مدينه الخميسات. عطيونا الوقت غير من الخير، من اللي قلت لكم بالنسبه للناس ديال الخميسات راه غيعرفوا فوقاش كطيح الشتا، اما اللي بلايص اخرى شوف. يلا الاخوان الفيديو ديالنا مازال غادي، والعوده انتم التصويرات كاع اللي تفصلت بهم حاولت نبارطاجيهم معكم. تحياتي للجميع، الله يجيب شي عام زين ان شاء الله، الله يفرحنا ويفرحكم ويفرح الجميع ويعطي لكل واحد من وفق خاطره. يلا الاخوان دوزوا بخير الى فيديو قادم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لكم على الكومنتير الزوين اللي كتخليو، وكنعتذر مره اخرى ما مشيتش لسوق تلات، ما كاين ما يدار، السوق خاوي. مهم تال يدوز العيد ان شاء الله ويحن الله. يلا الاخوان.